الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. Yeah.
صارت عيد والعيد سوارك عيد والإيد تعلي عالسجر وتنهي وعجري إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني
arabic@awr.org. اليوم بعنوان المسيح يقبل الخطاة، والقراءة هي من إنجيل لوقا 15 من عدد 1 إلى 10. نقرأ في كلمة الله: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فارحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي ضال. أقول لكم أنه هكذا يكون فرحا في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. هنا يوجد تذمر، والتذمر هو عدم قبول وانتقاد. ومن يتذمر؟ رجال الدين اليهودي. من هم؟ الفريسيون والكتبة. ماذا يقولون؟ يقولون عن المسيح معيار: هذا يقبل خطاة، وليس يقبل فقط بل يأكل معهم. فالمسيح جاء بهذا المثل على 100 خروف، والخروف الواحد الذي ضاع وعندما يجده صاحبه يفرح، وهكذا يكون فرح كبير بخاطئ واحد يتوب. كان الفريسيون يتحينون الفرص لاتهام المسيح بأنه نبي كذاب. كانوا مملؤون بالكبرياء الروحي، واستعرضوا ذلك في زوايا الشوارع والأسواق، كما جاء في إنجيل متى صح 6:5: إنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع. لماذا؟ لكي يظهروا للناس، يريدوا أن يروا أنهم متدينين، يظهروا للناس الحق. أقول لكم، يقول المسيح، إنهم قد استوفوا أجرهم، لا أجر على ذلك. بالنسبة للفريسيين كان عيبا أن يتصلوا بشخص خاطئ، بدهم يتصلوا بس بالناس الكويسين، الأشخاص اللي هم خطاة، الأشخاص الذين هم ابتعدوا عن الله، مهمتهم أن لا يرجعوهم إلى الحق. ولكن هذه هي قلب رسالة المسيح، أرادوا أن يشيروا إليه بأنه رجل خاطئ أو نبي كاذب لأنه قبل الخطاة. وهذا التصرف من قادة شعب إسرائيل يبين أنهم كانوا للأسف الشديد، كما سماهم المسيح وليس أنا، عميانا لخطة الفداء والخلاص، عميان لمهمة ابن الله. والمسيح ركز على ذلك في إنجيل لوقا صح 6:39 قائلا: هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الاثنان في حفرة؟ وفي متى 15:24 يقول: اتركوهم هم قادة عميان. إن هذا يرينا أكثر أنه من الممكن أن يكون عندنا شكل الحق أو التدين، كما قال الفريسي: أصوم يومين بالأسبوع، أطعم الفقراء، أصلي ولا أقطع ولا صلاة، أنا ليس مثل ذلك العشار الخاطئ. بينما العشار قرأ على صدره قال: ارحمني يا رب
أنا عبدك الخاطئ. والمسيح قال هذا الله سمع صلاة العشار، أما الفريسي لا. فكان الفريسيون جهلاء لمهمة كليا بالنسبة لمهمة ربنا يسوع المسيح، وما كان المعيار هذا يقبل الخطاة. هذه الجملة من الفريسيين كان الهدف منها أن تكون توبيخ للمسيح بطريقة ساخرة، أو تكون علامة أو إشارة أو ميزة خاصة للمسيح أنه مخطئ، ولكن دون أن يقصده. كما يقول المثل، إذا أتتني مذمة من ناقص فهي الشهادة عني كامل. فبدون قصد منهم عبروا عن قلب رسالة المسيح يسوع، كما جاء في متى 9:13 قال المسيح: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وكما جاء في لوقا 19:10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وكما بشر الملاك جبرائيل عندما بشر العذراء لها كل محبة وإكرام، قال: ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه ماذا؟ يخلص شعبه من خطاياهم. اجى المسيح هو المخلص، اجى حتى يخلص الناس الهالكين، لان كما يقول باعمال 4:12: وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فقط يسوع هو القادر ان يخلص، ليس اسم آخر، ليس قديس أو قديسة، ليس إنسان كبير يقدر أن يخلص إلا يسوع المسيح. وماذا كان معيار الفريسيين للمسيح؟ هذا يقبل الخطاة. هذه الجملة مهمة جدا، نريد أن نحللها، حيث يقول الكتاب: الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، في رومية 3:23. وحيث أن الخطية جعلت جميع الناس تحت الدينونة، وبالتفصيل نريد أن نقرأ ما كتب في رومية الإصحاح 5 ومن عدد 12، رومية 5 من عدد 12 نقرأ ما يلي: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية، أبونا آدم، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية أجرتها موت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس أو شريعة أو قوانين الرب. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي، في أن آدم جديد اللي هو يسوع. نعم، فإذا كما بعدد 18: كما بخطية واحد صار الحكم إلى الجميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد، بر يسوع المسيح، صارت الهبة لمين؟ لجميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية نشكر الرب ازدادت النعمة جدا. نحن مخلصون بنعمة المسيح، بالإيمان، بقبول المسيح مخلص شخصي. واحد كما ملكت الخطية في الموت، هكذا تملك، نشكر الرب، النعمة بالبر للحياة الأبدية. كيف؟ ببر يسوع المسيح. نشكر الرب أنه هنا تدبير السماء بواسطة بر المسيح، بواسطة النعمة، وليس بواسطة حفظ الناموس.
وهذا تعبير عن محبة الله للجنس البشري. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ماذا سيفعل الخطاة المساكين تحت حكم الدينونة بخطاياهم إذا لم يستطيعوا المجيء والاقتراب نحو المسيح وتسليم قلوبهم له؟ حمل الله الذي وحده قادر أن يأخذ الخطية. ونعرف عندما يوحنا عمد المسيح أشار وقال في يوحنا 1:29 هو ذا ماذا؟ حمل الله خروف الله الذي يرفع بعيدا خطية العالم. هذا هو الخروف، هذا هو الخروف الذي استعمل كرمز للمسيح الذي أمر الرب أبونا إبراهيم أن يذبحه بدل ابنه إسحاق. ويسوع هو بدل كل من يؤمن، أي إنسان أي شخص يؤمن بيسوع المسيح مخلص شخصي. هو ذا حمل هذا الخروف، خروف العذراء مريم الذي ولد في بيت لحم ومات في القدس وعلق على الصليب على جلدثة من أجل غفران خطايانا، مات من أجل خطايانا كما يقول في كورنثس الأولى 15:3 أن المسيح مات من أجل خطايانا. شروط وبركات قبول المسيح للخطاة. هلا لما واحد بده يقبل المسيح رأسا، يعني إذا خاطب الله ببرره فيه لازم يعمل إشي، لازم يتخذ قرار، هل لازم يقترب نحو الرب يسوع؟ أول شيء طبعا أنه لازم يعترف أنه هو خاطي وأنه المسيح بيقدر يبرره، فبده يعترف بخطاياه. وجاء المسيح وأعطانا مثل الابن الضال الذي أخذ نصيبه وصرفه وأخيرا رجع إلى نفسه، رجع عقله إلى نفسه وقال أقوم وأذهب إلى أبي، رجع إلى نفسه أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. أجمل شيء للخاطئ أن يرجع إلى نفسه، يرجع للدعوة التي بها دعاه الله أن يأتي إليه، تعالوا إلي. لا يزال المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، ليس أحد يأتي الأب إلا بي. يسوع هو الطريق الوحيد نحو السماء. أنا شخصيا كرجل لاهوت لا أعرف أي طريق آخر، ما حدا بيقدر يوصلنا غير طريق المسيح اللي قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. هو الذي يقدر أن يغفر الخطايا، هو الذي يقدر أن يعطينا الفيزا، يعطينا جواز السفر بالدخول إلى السماء وأن نعيش الحياة الأبدية في ظل رحمته، في ظل محبته، في ظل قبولنا كخطاة للمسيح. وعندنا أمثلة كثيرة. مثال صغير هو اللص على الصليب الذي قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، على الرغم من أنه كان لص ومحكوم عليه بالهلاك وبالموت. مجرد ما قبل المسيح، المسيح أكد له وقال اليوم تكون معي في الفردوس، أكد له الخلاص. الموضوع ليس في طاقة قوتنا، ليس بكد ذراعنا، ليس بأعمالنا بالأعمال الصالحة، ولكن بقبول المسيح وخلص شخصي. وعندنا مثل آخر، زكى العشار الذي عندما نظر إلى المسيح من فوق شجرة الجميزة، المسيح قال أريد أن أمكث في بيتك، ويسوع يقول لك أيها المشاهد أريد أن أمكث في قلبك، أريد أن أمكث في بيتك، أريد أن أعيش بين هذه أفراد هذه العائلة. وقبله زكى، وعندما سمع كلمات النعمة الخارجة من فم المسيح يقول وقف زكى وقال، أعطى قرار. شو قراره؟ يا رب، اعترف أنه المسيح هو الرب، أعطي نصف أموالي، وكان رجل غني، نصف أموالي للفقراء، وإن وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. والشرط آخر للخلاص هو أن لا نعود للخطية مرة ثانية، يعني ما نرجع زي ما يقول مثل رجعت حليم لعادتها القديمة، لا،
بدنا نوقف عن الخطأ، نوقف عن الشر للأبد. تذكروا في المثل الذي العجوبة التي موجودة في إنجيل يوحنا 5:14، الرجل الذي شفاه ربنا يوم السبت المفلوج، وعندما راه يسوع قال له بعدد 38 يوحنا 5:38: ها أنت قد برئت. هاليلويا، مجدا للرب. ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. لا تعود للخطية، لا تعود تمارس الخطية. لا يوجد عذر للخطية مع نعمة الرب يسوع. وعندما تعامل المسيح مع المرأة الزانية وقال: من منكم بلا خطية فليرمها بحجر، قال لها: وأنا أقول لك اذهبي ولا تخطئ بعد. المسيح جاء حتى يخلص وليس ليدين دينته آتية. وكما قال في إنجيل يوحنا 6:37: كل ما يعطيني الآب، وهي نقطة مهمة، انتبه مشاهدي العزيز، يقول: فإلي يقبل. إلى المسيح يقبل، ومن يقبل إلي، يقول المسيح، شو ما كانت حالته، زي اللص على الصليب، زي الزانية، بيقول: لا أخرجه خارجا، لا أخرجه خارجا. لذلك المسيح مد يداه وقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلين الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. تجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ما أجمل هالكلمات. كثير مرات الواحد يكون محبط، الخاطئ بجوز يكون عنده أمراض، عنده مشاكل، عنده مشاكل في البيت، عنده مشاكل بالأسرة، في العمل، ويسوع بيقول: أنا بدي أريحكم، بدي أعطيكم الراحة، تعالوا إلي فتجدوا راحة لنفوسكم. وكما يقول برومي 10:11: وكل من يؤمن به لا يخزى أبدا. راح يكون سعيد، راح يحصل على السلام، راح يحصل على الفرح، راح يكون فرح لإله وفرح بالسماء من أجل خاطئ واحد يتوب. نعم، المسيح يقبل الخطاة، يقبل أي إنسان إذا سلم حياته للرب. يوجد فرح للخلاص. لماذا يا أخي ويا أختي لا تأتي في هذه اللحظات نحو الرب يسوع؟ لماذا لا تفتح قلبك وتأتي إليه وتطلب الخلاص؟ إن يداه دائما مفتوحة. هذه اليدان التي سمرت على الصليب هي التي تدعو وتقول: تعالوا 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 إلي، أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، ليس أحد يأتي الآب إلا به. يسوع يسوع، يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، أحمال شو ما كانت، كل أحمال، وأنا أريحكم. أشكر الله من أجل رحمة يسوع، رحمة الله، رحمة الله الآب الذي أرسل ابنه وتطوع من أجل أن يقبل الخطاة. هذا هو قلب خطة الفداء. خطة الفداء هي للخطاة. لم أتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أخي أختي، هل سمعت هذا اليوم صوت يسوع، صوت الروح القدس؟ يقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. إذا سمعت صوته خذ الخطوة، قل له: يا يسوع أنا فاتح قلبي. قال: ها أنا واقف وأقرأ على الباب، إن سمع أحد وفتح باب قلبه آتي إليه وأتعشى معه وهو معي. بدنا نعزم يسوع اليوم، أن نقول له: تفضل على البيت، بس بدنا ننظف البيت. إذا في أي شيء لا يرضى عنه يسوع بدنا ننظفه، بدنا يكون نظيف، يكون طاهر، يكون مقدس، يكون يمجد اسم الله. نعم، الروح القدس هو يبكت على خطية ويقنع بالبر. أخي المشاهد، هل سمعت اليوم يسوع يبكتك على خطاياك؟
هل ستسمع له وتترك خطاياك؟ هل أقنعك الروح القدس أن تكون بار؟ فآمن إبراهيم وحصل على البر أبو المؤمنين. تعال كما أنت، تعال إلى المسيح، انظر إليها إليه وهو معلق على خشبة الصليب والدماء تنزف من رأسه ومن يديه ومن رجليه ومن الطعنة في جنبه. انظر إليه وقل له ها أنا آتي إليك يا يسوع، أريد أن تقبلني كما أنا، أريد أن تقبلني كما قبلت اللص على الصليب. ويسوع يقول اليوم أؤكد لك أنك ستكون معي في الفردوس. تعال كما جاءت رعوث المؤابية، رعوث المؤابية في الجنوب في بلدة أدر بالكرك، وهناك هذه عندما مات زوجها ومات حماها قالت لها حماتها اذهبي، عرفة رجعت للأصنام، أما رعوث قالت لا لا، إلهك إلهي وشعبك وشعبي، إنما الرب بيني وبينك، إني لن أتركك حتى لو بدي أموت. ومنعرف باقي القصة كيف إنها أخذت بوعز، ومن نسل بوعز ورعوث جاء أيضا المسيح، لأن المسيح يتطلع إلى الخطاة التائبين، الخاطئ التائب يحسب ابن الله وكأنه لم يخطئ أبدا، كل خطاياه في أعماق البحر تطرح ويقبله ويخلصه يسوع المسيح. من يؤمن يصبح قديس. بولس عندما كتب رسائله، بنقرأ بجميع الرسائل في الإصحاح العدد الأول، أي إصحاح؟ العدد الأول والثاني، إلى القديسين. كيف صاروا قديسين؟ اللي قبلوا المسيح أصبحوا قديسين، اللص أصبح قديس، أصبح مواطن في ملكوت السماوات. أخي المشاهد، هل أنت هو الخروف الضال؟ أخبار السارة، السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب ويرجع، يسلم قلبه، يعترف بخطاياه، يقول يا يسوع ادخل إلى حياتي، أنت تقرع وأنا إني فاتح باب قلبي، ادخل إلى حياتي. مستمعي الكريم، تعال الآن سلم قلبك للرب يسوع المسيح، الطريق الوحيد للخلاص. افتح باب قلبك لتدخل الأشعة وتذهب بالظلام. النور هو ضد الظلمة، ويسوع قال أنا هو نور العالم، سيدخل قلبك، سيدخل إلى بيتك لتحصل على السلام. يسوع يحب الخطاة ويسوع يحبك. تعال كما أنت، تعال إليه، سلم إليه قلبك. المسيح يقبل الخطاة، يخلص جميع ما قد هلك. هل الخلاص سيكون من نصيبك؟ اليوم إن سمعتم فلا تقسوا قلوبكم. وصلاتي بالنهاية، وأقول يا رب الجميع الذين سمعوا هذه العظة في هذه اللحظة، اجعلهم أن يفتحوا قلبهم ويقبلوا الخلاص العظيم الذي عمله يسوع على خشبة الصليب، ليكونوا مواطنين بالسماء. آمين. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
كما اختارنا الله في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الروحي من وحي الكتاب، نعيش فيه دقائق طيبة بصحبة رب المجد. وحلقة اليوم بعنوان إنه يستمع لنا. لقد لمس الحبيب يوحنا هذه الثقة في سيده المحبوب، ويؤكد ذلك في رسالته الأولى الفصل 5:14 بقوله: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. رجينا لكم معها بركة القدير. من أرهب المشاعر حول كون الإنسان قد ضل السبيل هي أن يصرخ دون أن يعرف أن صوته يسمع. وقد مات بالفعل بعض الناس بسبب الخوف الشديد والفزع، لأنهم أدركوا أن أصواتهم لا تسمع. إنه لمن دواعي العزاء واليقين أن ندرك بأن صلواتنا التي نرددها هنا على الأرض تسمع في السماء. وقع طفل في بئر فأخذ يصرخ على مدى ساعات طالبا النجدة دون أن يسمعه أحد، وفجأة قاطع بكاءه المستمر صوت في أعلى البئر. كان ذلك صوت والده يقول مطمئنا: لا تخف يا ابني، فسوف أخرجك حالا. وسرعان ما حل الرجاء محل الخوف في قلب الولد، لأنه علم أن النجدة قد جاءت أخيرا. ربما كان أعظم سبب للشقاء والتعاسة هو الشعور بالوحدة، فالقلب البشري بطبيعته يتوق إلى الشركة والألفة. الإنسان يتوق إلى محادثة غيره من البشر. من المشجع أن ندرك أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. وأكثر ما يعزينا عن الله هو حساسيته المرهفة لاحتياجاتنا البشرية. فنفس الأشخاص الذين لم يأبه بهم أحد وكانوا مهملين من الجميع، هم ذاتهم الذين عزاهم المسيح بكلمة أو قدم لهم الشفاء عندما كان هنا على الأرض. عندما كان المسيح في طريقه إلى أريحة، صعد زكى العشار القصير القامة فوق شجرة لكي يراه ويمتع نظره به. إن أحدا لم يلحظ ذلك العشار وهو جالس بين أوراق الشجرة وفروعها، ولكن المسيح رآه وقال له: يا زكى اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. لقد اهتم المسيح بهذا الرجل المنبوذ من الجميع وعلمه طريق الحياة. وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.
وهذه الحقيقة نراها مجسمة في قصة المرأة النازفة والتي تألمت من مرضها 12 سنة. لقد شفيت من دائها بمجرد أن لمست هدب ثوب المسيح، ولا زال المسيح بجوارنا في آلامنا وأحزاننا، يريد أن يشفينا جميعا. ولكن ليست كل طلباتنا تستجاب بالطريقة التي نريدها، ومع ذلك فالله دائما ما يلبي احتياجاتنا الأساسية. ولهذا فسواء كانت إجابته بالإيجاب أو بالنفي فهي في مصلحتنا. كل الأشياء إذن تعمل معا للخير، والشيء المعزي هو أن طلباتنا حتى وإن لم تستجب ندرك يقينا أنه استمع عندما تحدثنا إليه. إلهي، الشكر لك لأن أذناك تستمعان لتأوهات قلبي وزفرات روحي. هبني الثقة فيك وسط الأزمات، ليتني أتلمس يدك تهديني ويمينك تعضدني وصوتك يهيب بي. يا ابني، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لك الحمد والشكر والتسبيح يا سيد البار. وفي سلامك نقول لمستمعينا الأحباء إلى اللقاء.
صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا، وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا، وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.